أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد ضرورة احترام وتقدير المرأة، كما انتقد الرئيس السيسي العنف ضد المرأة. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، قال حاجتين، قال الصلاة والمرأة. يعني قال خلي بالكم من الصلاة وخلي بالكم من المرأة. دي استراتيجية يا جماعة، دي إيه؟ تطلع منها سياسات وعادات وتقاليد وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر، مش كلمة تتقال إيه حسب ضميرنا يعني. وماله حسب ضميرنا برضو، ولكن هو النبي لما قالها كان بيقولها عشان إحنا كأمة تأخذ بناصية العلم والتعليم والتفكر والتدبر، تقوم تحط منهج ومناهج فيها احترام، فيها تقدير، فيها أدب، فيها ذوق، فيها خلق. مع مين؟ مع المرأة، كل المرأة، مش المصرية، كل المرأة.